تاج محل. يعتبر مسجد تاج محل أشهر مبنى في الهند، ويقع على نهر يمونا قرب مدينة أجرا، وقد استغرق بناؤه 11 عاما وانتهى عام 43 و600 وألف، وقد اشترك في بنائه 20 ألف عامل. وزينت جدران هذا الصرح الرخامي الأبيض بالأحجار نصف الكريمة، وقد بنى هذا المسجد الإمبراطور المغولي شاه جيهان وفاء لذكرى زوجته ممتاز محل.